مع المركز. انا بحييكم، الف مبروك، ربنا يوفقكم ان شاء الله، نشوفكم في احسن المناصب ونفخر بيكم بالتوفيق. محمد حسين حامد، رابع كلية التجارة عرب، فرحان عشان النجاح اللي انا حققته هنا في المركز، انا وزملائي ادانا نتيجة كويسة، ادانا نتيجة ان هو رئيس الجامعة يحضر لنا حفلة ونائب رئيس الجامعة. تاني حاجة انا بحب اشكر الدكتور عمران اللي هو ادانا الفرصة دي ان احنا شاركنا في حفلتنا وشاركنا في فرحتنا في النهاردة. فاول سنتين ليا كان كنت سلبي، بمعنى ان انا كنت في الجامعة هنا ما بعملش اي حاجة. تاني حاجة انا جيت هنا المركز اتعرفت على دكتور محمد عمران من خلال التدريب والمستر اللي هنا، فاداني فرصة ان انا ادخل في التطوع. من بداية سنة تالتة ابتديت ان انا اتحسن من خلال ان هنا تطوعت في مركز سي دي سي. بداية سنة تالتة وسنة رابعة ان شاء الله، يعني بعد ما اخلص كمان، ان انا ناوي ان انا مش هبطل ان انا اجي هنا في المركز، ان انا هتطوع بقدر ما انا ممكن، حتى لو اشتغلت برا مثلا حابة برضو هوفر شغل هنا التطوع في مركز سي دي سي. دكتور محمد يونس وكيل كلية الحقوق، برحب بحضرتك النهارده. اهلا بيك. الشعور رائع بالفعل، النهارده بنشوف نتاج عمل متكرر على طوال شهور جدا. شفنا النهارده ازاي بنحصده بالفعل، شفنا ازاي ان المركز بالفعل مركز التطوير الوظيفي ادى مهمه كبيره جدا. يمكن شفنا الاحصائيات اللي اتعرضت، 200 خريج حصلوا على وظيفه خلال الفتره الماضيه، ولسه في يعني دي البدايات، وان شاء الله رب العالمين هيكون في تطور في الفتره القادمة ان شاء الله. العمل التطوعي حاجة مهمة جدا اللي لازم كل طالب يؤمن بيها داخل الجامعة، لا سيما ان العمل التطوعي ده بيخدم العمليات التعليمية للطالب نفسه. يعني عمره ما العمل التطوعي بيكون معوق للطالب بقدر انه بيبقى حافز كبير جدا. ويمكن لما اشار السيد الدكتور محمد عمران الى انه لما عملوا احصائية بالنسبة لنتائج الطلاب المتطوعين، فوجئ ان نسبة كبيرة جدا منهم خدوا درجات اعلى من في السنوات الاخيرة عن الاولى اللي ما كانش فيها عمل تطوعي بيؤدوا. معنى كده ان العمل التطوعي بيؤدي لتحفيز الطلبه، بيؤدي الى بالفعل ان الطالب بيحس ان جواه طاقه بيقدر ينفس عنها، بيقدر يستغلها، ولا سيما انه كمان بيستفيد منها فيما بعد في تنميه مهاراته، تزويد قدراته على اداء عمل معين في فتره ما بعد التخرج. مبروك، انتوا بذلتوا جهد في الاول، ان شاء الله يؤتي ثماره ان شاء الله رب. كنت مبسوطه جدا بتكريم دكتور عباس منصور لينا النهارده، يعني فرحه لا توصف. ودكتور عمران الاب الحنين لينا دايما يعني بصراحه بيفرحنا ويسعدنا جدا، ونستفيد منه كل وقت.
استفدت هنا، بطبق كل التخصص بتاعي، وغير كده باخد خبره وبستفيد من كل حد موجود هنا في المركز حتى لو مش تخصص، وغير كده بفيد الناس اللي احنا بنعرفهم بالكورسات الموجوده في المركز. بقول ان انا مبسوطه جدا ولا ان شاء الله استمر بالنجاح. خالد محي الدين يوسف، فريق الميديا، متطوع في مركز تطوير وظيفي في تانية تجارة. مبسوط جدا لزمايلي، مبسوط جدا ان المركز بيتم تكريمه، وان الجهد بتاعنا بيتكرم بشكل مستمر، ان احنا بنحاول نقدم للجامعه شيء ما حدش قدمه قبل كده، ان احنا نحاول نساعد الطلبه. هنا من اول ما دخلت الكليه وانا المكان ده حبيته جدا، وحبيت ان انا اشتغل فيه اول باول، وان انا مستحيل اسيب المكان ده وادي فيه اكتر. وبتمنى لاصحابي الخريجين مستقبل كويس ومبهر، وبتمنى ليهم ان هم يكونوا يلاقوا وظيفه فعلا تفيدهم، وان هم يكونوا فعلا خدوا خبره في المكان ده تاهلهم بعدين ان هم يقدوا اي وظيفه او اي شغل في اي مكان. ده احمد عبد الرحيم. في حاجه كويسه ان سي دي سي يعمل لنا حاجه احنا نفسنا نبقى يعني فخورين بيها، ان هم يقدرونا ويعملوا لنا حاجه زي كده ويعملوا لنا تكريم وحفله تخرج. اتعلمت ان انا يبقى في عمل جماعي، ازاي يبقى في عمل جماعي كويس مترابط وبيقدم فكره نفسنا تنتشر بجد. يعني نفسنا ان الفكره بتاعت السي دي سي تنتشر في مصر كلها، لان هي فعلا حاجه كويسه جدا بتعلم الناس العالم العمل الجماعي كويس جدا. يعني مبروك ويا رب اشوفكم في احسن حال. محمد محسن، مدرب مركز تطوير وظيفي. النهارده احتفاليه المركز بمتطوع وتخرج متطوع مركز تطوير وظيفي، شعور سعاده. انا كنت متطوع في المركز قبل ما اشتغل فيه، فالنهارده بفرح فرحتين، فرحتي كمتطوع في المركز او حد بيشتغل في المركز بيحتفي بالشباب دول، وفرحتي كمتطوع قبل ما اشتغل في مكان. جميله جدا انه الشباب برغم اختلاف كلياتهم، برغم تنوع تخصصاتهم، بيجمعهم بس حب العمل في المكان ده. استفدنا من خبرات الناس اللي قبلنا، فاحنا دورنا ان احنا نوصل الخبره دي للناس اللي بعدنا، ونفكر او نحاول ان احنا نغير تفكير طالب الجامعه جنوب الوادي انه يفكر بطريقه مختلفه.